دكتور محمد لطيف عميد معهد الاورام. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا من حضرتك. يعني اكيد شفت التقرير عن البروسيسد ميت. تمام، هو طلع التقرير ده يوم الاثنين اللي فات من منظمه الصحه الدوليه العالميه. ما هي دي، هي طلعت من الوكاله الدوليه لابحاث الاورام. أيوة. اللي هي جزء من منظمه الصحه العالميه. تمام. فهو التقرير ده طلع يوم الاثنين، وحضرتك قلتي احسن ما انا كنت هقول، يعني حضرتك شرحتيه تماما بالموضوع زي ما حضرتك قلتيه بالظبط. بس انا عايز اوضح حاجه بسيطه. اتفضل. النسبه اللي هي ال 18% دي الابسوليوت ريسك، بمعنى اللي هو اعلى ريسك. ده ابسوليوت ريسك بمعنى ان انا لو هيجي لي نسبه 100 عيان لكل 10,000 نسمه معرضين يحصل لهم حدوث الاورام دي، هو بيخليها 118 مريض لكل 10,000 نسمه. يعني عشان كده الزياده دي طفيفه، هي مش زياده 18%، 18% في الابسوليوت ريسك، ودي اقل بكتير من اللي بيسببه التدخين واللي بيسببه الكحوليات. يعني التدخين بيسبب الابسوليوت ريسك 20 ضعف البني ادم العادي. اللي بيدخن بيبقى معرض ان هو يجي له اورام 20% عن ضعف البني ادم العادي، لكن اللي هي اللحوم المصنعه دي بيبقى معرض اكتر من البني ادم العادي ب 1.2% فقط. وليس ب 200%. وبالتالي ده يعني انت عايز تقول ان ده ما يخوفش قوي ولكن يحذر. يحذر، هي دي اكيد ان هو بتزود اللحوم المصنعه، بتزود النسبة، ولكن ليست نسبة مرعبة زي ما بيحصل من التدخين وبيحصل من الكحوليات. يعني احنا لو قلنا مسببات الكانسر في بالتدريج كده، اعلاهم ايه يا دكتور؟ اعلاهم التدخين. تدخين. اعلاهم التدخين. تدخين بقى سجاير او شيشة او واتيفر. والشيشة اوحش من السجاير. الشيشة اوحد. للأسف. فدي اعلى نسبه واكتر حاجه متعارف عليها عالميا، واكتر حاجه ان احنا المفروض نحاربها حكايه التدخين طبعا، سواء سلبي او ايجابي. يعني حتى التدخين السلبي ده بحد ذاته هو مؤثر من مسبب. بس هو هنا بيتكلم في التقرير، واكيد حضرتك شفته ايضا، انه ده كل 50 جرام من اللحوم المصنعه يؤكل يوميا يزيد من خطر الاصابه بسرطان القولون بالذات 18%. هي كل ريبورت على سرطان القولون فقط، لكن بيقول لك ده ما يمنعش ان هو ممكن، بس لم يثبت علميا حتى الان ان هو يكون بيؤدي لسرطانات في حتت تانية، لكن كل التقرير اللي طالع على اورام القولون او الجهاز الهضمي فقط. طب التحذيرات يا فندم مش بس للحوم المصنعه، كان في باراجراف عن اللحوم الحمراء كمان وتاثيرها. اللحوم الحمراء المطبوخه بطريقه غلط، بمعنى اللحوم المشوية اللي هي بيبقى الحرق بتاع اللحمة المشوية ده بيبقى ليها تأثير، اللحوم المقلية. ونصح في التقرير ده وان ان احسن حاجة اللحمة المسلوقة اللي هي عشان ما يبقاش فيها. ايه ده، مش هنعمل كباب حلة يعني ولا ايه؟ لا، فهو حضرتك هو زيادة طفيفة، يعني هي زيادة مخوفة. بالصوص البني. لا، زيادة مش مرعبة نهائيا وزياده. قلقت انا كده يا دكتور، يعني هاكلها كلها مسلوقه؟ لا، هي دي احسن طريقه للطبيخ الاكل او اللحمه في البيت. ومش يعني ومش هناكل اللحمه، يعني مش هن بص حضرتك، هو مش هناكل البانيه كمان؟ لا. ده العيال طول النهار عماله تاكل بانيه. ما طبعا، لا، انا نصيحتي ان الاعتدال في كل شيء هو الاساس. يعني زي ما حضرتك بتقولي ان طول النهار بتاكل حاجه، التغيير ربنا خلقنا ان احنا بنزهق من الحاجه دي، سبحان الله، دي يعني فطره في البني ادم انه لو فضل ياكل الحاجه على طول. اللحمه بقت غاليه، فاحنا بنقول ايه؟ بلاها، يعني مش لازم. والتغيير بس هو زي ما بقول لحضرتك، التقرير مش مرعب وما يخوفش. لا، هو بيقول وبيحذر ان في نسبه زياده، بس النسبه دي ضئيله مش هي اللي تخوف، بس بيقول الاعتدال منها. بمعنى طب اخبار الفراخ ايه بقى؟ ما يعني قول لي حاجه تتاكل. اخبار الفراخ ايه يا دكتور؟ هي اقول لحضرتك حاجه بمنتهى الصراحه، هي الفراخ اللي بتاخد العلف الصناعي، اللي هي بتاخد للاسف لو العلف مش مراقب كويس وبيتضاف ليه هرمونات عشان سرعه نمو الفراخ دي، ما تبقاش حاجه ينصح بيها. لكن لو فراخ زي اللي كنا بيقولوا عليها زمان البلدي دي، وده يعني الحقيقه شبه اللي عندنا يا دكتور. ما
هي ده بيقول لك ده التقرير ده عن البروسيست ميت في لندن ولا في انجلترا وفي في الدول اللي بره، الدول اللي فيها سلامه الغذاء مرتفعه جدا. بقى تخيل بقى عندنا احنا الدنيا عامله ازاي. ما هي بس هي كل حاجه هم، ما انا اقول حاجه، هي مسببات الاورام اصلا بيبقى كذا حاجه مع بعض مش حاجه واحده. ايوه فربنا بيشيل من ده ويحط من ده. يعني هم عندهم برضو التعرض للمدنيه الزياده بالموجات الكهرومغناطيسيه اللي ماشيه في الجو من كابلات ضغط عالي اكتر من عندنا بكتير، عندهم محطات نوويه اكتر من كده، معرضين لمخاطر اكتر مننا. يعني في الاخر النسبه المئويه في العالم كله تقريبا متقاربه، في دول بس بيحذر اللي هو الدول الناميه اللي احنا بنقع منها، ان احنا لو ما خدناش ما ابتديناش دلوقتي ناخد حذرنا احنا او نسبه الاورام عندنا هتزيد بنسبه عاليه في خلال ال 20 سنه الجايين لو ما ابتديناش ناخد المحاذير من دلوقتي. واللي احنا ابتدينا يعني نعمل انذار ان احنا لازم ناخد بالنا ولازم نقلل ونزود الوعي ونقلل المسببات ليها. يعني بشكرك دكتور محمد لطيف عميد معهد الاورام. يعني بصوا يا جماعه، هو لا سمك، لا هو السمك احسن حاجه، يعني لا فراخ ولا لحمه ولا بروسيست ميت ولا، ويعني ايه هنعيش كده، واضح ان احنا هنعيش بوزيين.